بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله أخوكم حسن من قناة طوب زهرة. اليوم راني قاعد كنت نشرب في القهوة تاعي في هذا المكان كما كتشوفوا فيه. المكان راه جميل جدا، رانا في وقت الربيع، كل الأزهار كل النباتات راهي ما شاء الله راهي توهجت، راهي في القمة تاعها اللي كتشوفوا فيها. اليوم بغيت نعطيكم هذه الفكرة، أنا بعد ما كنت هنا جالس جاتني الفكرة وبغيت نذكركم في هذا الموضوع تاع الجيرانيوم. بالنسبة للجيرانيوم دائما تحدثنا عليها وانتم تحدثتوا لي بزاف عليها، تحدثتوا بزاف باللي عندكم المشكل باللي دائما ما تصلحش معكم. كما كتشوفوا فيها الجيرانيوم راهي هنايا راهي في قمة التوهج تاعها، راهي المشكل يبدا منا، المشكل يبدا من هذا التوهج ومن هذا الجمال، لانه حنايا دائما كي نطيحوا في المشكل نطيحوا في الصيف ونطيحوا في الاغصان يبداو يتسوسوا لنا في الصيف، الا انه المشكل يبدا من هذا الوقت ما يبداش في الصيف، يبدا من هذا الوقت. هي بعد ما تكون هكا في هذه الكثافه كما تحدثنا في الفيديو وهاد الفيديوهات السابقين، قلنا كاين حشرات بزاف من الحشرات، وكاين هذيك اللي تجي كيما الفراشه تجي تصيب المكان هنا دافي وتصيب هنايا وتبدا تتكاثر. بعد ما تتكاثر في هذا الربيع وتحط البيضه تاعها، من بعد تبداو هذوك اليراقات راحين يفكسوا في الصيف، ثم بالتالي يبداو يتغذوا من الغصن. ثم الفكره اللي بغيت نوصلها لكم باللي الان نبداو في العمليه تاع التنظيم تاعنا تاع الجيرانيوم. هنايا نرجعوا نهضروا باللي هذا هو الخطا تاع الجيرانيوم، والدليل انه هام واحد الحشره تكتشفوا فيهم ما شاء الله يكونوا ظاهرين لكم ان شاء الله يكونوا ظاهرين. المهم حنايا دائما قلنا هادو لازم نحوهم، نخلو عندنا التهويه ما نخلوهاش مغلوقه هكا بهذه الله. كي نشوفوها هكا حنا نبداو نتمتعوا بها، نقولوا ما شاء الله راهي الله يبارك. هي في نفس الوقت رانا نغمو فيها للقدام راح نفقدوها، بالتالي دائما هذه هي التهويه اللي لازم نخدموها لها. خلو دائما المكان تاعها يكون هاوي، سيرتو هنايا في الاسفل نخووها ما نخلوهاش هكا مغلوقه، لانه هذا الغليق هو اللي راح يوفر الدفء ويوفر المخبأ للحشرات اللي تخليها تحس بالامان وتبدا توضح في البيض تاعها للصيف. بعد ايام راح يفقسوا ذوك اليرقات وراح ياكلوا لنا، راح يبداو يتغذوا من الغصن. هذه ياك تشوفوا التهويه ضروريه جدا. كل السر تاع الجيرانيوم هي التهويه. في نفس الوقت كيما هذو الازهار كيكونوا هكا قدم نتخلصوا منهم، هنايا هي السر تاعها التخلص تاعها. هذيك دوك ننزعوهم نزيدو نحفزو النبته باش تزيد تخرج لنا ازهار جدد. هاك تشوفوا فيهم، هاي كل ما ننزعو القدم كل ما نحفزوه، يعني هادو انا نزحتهم، هاني نزحتو كنت نزعو من قبل خلاتو خرجت هذا جديد. ثم بالتالي دائما وهذا لازم دائما ننحو هذو الاغصان. هذه هي، هذو مجرد افكار، كل مره نعطيكم هكا فكره كي تكون عندي. شوفوا شحال راهي مغلوقه، التهوية ضرورية جدا للجيرانيوم. هذا هو كاع السر تاع الجيرانيوم دي، لأنه بزاف من الإخوة يسقو مليح يسمد مليح يرعى مليح وعندهم الصيف الصيف قبل تبدا تسوسلو وتروح. هذا المكان ما نخلوهش هكا مغلق كيما النبات، كيما كنشوفو هنايا في السوريات ولا في الملكيات كل واحد كيفاه يسميهم. دايما أنا نخوهم هنايا في هذا المكان، نخلو لها متسع تاع ال راكم تشوفوا فيهم هنايا. دائما الاوراق هذه الميته دائما ننزعوهم كي من هذه، لازم نخلوهاش نخلوش هذو الاوراق، هذو الاوراق في نفس الوقت دائما نخوها. هذو مجرد افكار، وهذو الافكار يساعدوكم بزاف في الزراعه تاع هاي. نحاولوا دائما ننظفوها وفي نفس الوقت ما نخلوهاش مكتظه هكا، ونخلوها دائما نعرضوها للتهويه. شغل التهويه لازم تكون
عندها هنايا تهويه، سيرتو هنايا في الاسفل لهنايا لازم دائما نخوف. راك تشوفوا فيها، نخلو هنايا التهويه، ما نخلوهاش مغلوقه بهذه الطريقه، لان هنايا راح نعرضوها هنا بيدينا بنفسنا، راح نعرضوها تجاه واحد الحشرات ممكن جدا. راكم تشوفوا فيها، هذو هما اللي يتكاثروا ويخلوا دنغو. تشوفوا في هذه الحشره لانه يسيبوا المكان دافئ هنا. بالنسبه لضم النباتات تحدثنا ايضا بزاف ذاك الموضوع المره اللي فاتت، هضرنا على ضم النباتات لبعضهم بعض كما كتشوفوا هكا، راهي شغل كتله واحده تاع نباتات. كاين نقولوا عندي البوق هذا، عندي هذه، عندي هذه، عنده هذو. هذو مثال، هذو بعض الافكار اللي كنت انا اعطيها لكم قبل. فمثال كي ندوا المواضيع ونتحدثوا في موضوع، لا يعني ان ذاك الموضوع لازم نستعمله في كل الاوقات. مثال هذا فكره فان ايضا نبغيت ننبه لها، كي نكونوا حنايا في فصل الربيع كما دروك راه وقت الربيع، الحشرات راهي بزاف راهي كاينه، وراح هي ذا الوقت التحدي تبدا تتكاثر الحشرات. تسمى بالتالي هذا ضم النباتات يشكل لنا خطر للنباتات، لانه راح تتوفر بزاف من الحشرات. راني قلت لك كنت متمني انه في الكاميرا ان شاء الله يكون ظاهر واحد الحشرات يرم رقاق صغار صغار يوم يظهروا، هما يتبعوا هذو الاماكن اللي وضع البيض تاعها. ثم بالتالي هذه الفكرة تاع ضم النباتات هذه كنا هذه نستعملوها في الصيف، في الصيف باه نوفروا الرطوبة ونحموا النباتات البعض على بعض. ثم بالتالي دائما في الصيف كي تكون السخانة عندنا والمنطقة تاعكم سخونة، نضموا النباتات البعض على بعض باه نوفروا الرطوبة. بصح ضم النباتات البعض على بعض هكا في الربيع تشكل خطر للنباتات. هذو شوفوا افكار بسيطه جدا جدا، ستغير غيركم من النباتات تاعكم من 60 70 80 درجه. هذه الفكره اللي بغيت نوصلها لكم. سمى الفكره لازم ندوها بالتدقيق تاعها. ضم النباتات في الصيف بنوفروا الرطوبه، اما ضم النباتات في الربيع نقولوا بنتمتعوا بها هكا، راح نشكلوا لها خطر، لانها الحشرات راح تولد، كاين فراشات تولد، كاين بزاف من الحشرات راح تدير البيض تاعها هنا، وذاك البيض هو اللي راح يفقس وراح يدير لنا مشاكل في الاوراق. مثال احنا قلنا دائما هايدي جاني نهضر معكم، شت ورقه ها هي فاسده لازم نحيها، اي هكا ضم هذا ضم هذا دائما لازم نخلو التهويه. التهويه ضروريه جدا للنباتات سيرتو في ذا الوقت. كي نبداو في الصيف نبداو نبيتو في التيارات، نضموا النباتات البعض بعض باكي نسقط لنا مكان، يبدا هذا المكان كله رطب. ان شاء الله وصلتكم الفكره. هذه هي مجرد كفكره رميتها لكم هذا الصباح، نتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.